الثانية عشر ظهرا تحديدا من منطقة فشلوم، هذه المنطقة الحية وهذه الجزيرة المعروفة بجزيرة العمال والتي لا تقف أبدا تقريبا، يعني من بداية صباح كل يوم وحتى نهاية اليوم. هذه المنطقة في الحقيقة من المناطق الحية بالناس والسيارات، ولكن تقف اليوم تماما مع بداية أول يوم من أيام الحظر الكامل والذي سيستمر إلى 3 أيام. دوريات الأمن تنتشر هنا في هذه الجزيرة الرابطة بين أكثر من شارع ومنطقة معروفة وآهلة حقيقة بالناس في جميع الأيام وفي كل أوقات اليوم الواحد. أربع شوارع وسعيد البديري أيضا من المناطق التي لا تخلو من وجود السيارات والمارة فيها، ولكن خلت اليوم استجابة لفرض الحظر الكامل على المدينة. هذه الشوارع حقيقة لا تخلو من السيارات والمارة، ولكنها اليوم تختصر الحركة فيها فقط على بعض المارة من الحاصلين على تصريحات تجول من العاملين في قطاع الصحة أو في غيرها من القطاعات التي لا يعني تستجيب لقرار الإيقاف الكامل. في هذا الشارع أيضا تخلو جل مظاهر الحياة، ينتظر المواطن أن تفتح له الأبواب من جديد، ويطمح المسؤولون في وزارة الصحة أن يقبل المواطن بشكل أكبر على أخذ اللقاح. خديجة محمد، ليبيا الأحرار، طرابلس.